كوجه الصباح أنير المدى ولف في خطى دربنا عسجدا ومسي غماما ستروي يديك أريج الضياء وحلو الندى. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد أشرف المرسلين. لازلنا نتكلم على دروس نظام الإرث لتلاميذ السنة الأولى باكالوريا. درسنا اليوم يعني له أهميته القصوى وله تعلق بكيفية تقصير المسألة. بعد أن تعرفنا على الورثة وبينا حالات كل وارث، وبينا الورثة الذين يرثون بالفرض والورثة الذين يرثون بالتعصيب والورثة الذين يرثون بالفرض والتعصيب مع الجمع أو مع عدم الجمع، اليوم سنتكلم عن كيفية تأصيل المسألة. ما معنى تأصيل المسألة؟ تأصيل المسألة أن تكون مثلا عندنا مسألة فيها مثلا زوجة وفيها ابن وفيها أخ شقيق. تأصيل المسألة معناه البحث على أقل عدد يمكن أن نستخرج منه سهام الورثة. فنعطي هنا للزوجة الثمن والابن عاصب والأخ الشقيق عنده الحجب. أصل المسألة التأصيل هو البحث عن هذا الأصل. أصل المسألة نريد أن نبحث عن رقم، عن عدد هنا نسميه أصل المسألة، ويكون هذا العدد يقبل القسمة على فروض الورثة ويعطينا هنا سهام الورثة. وهنا نبحث عن السهام. السهام كل وارث له سهم يأخذه من عملية الميراث. هذا السهم نستخرجه يعني من هذا الأصل، ومن شروط السهم المستخرج أن يكون عددا صحيحا. لا يقبل عند علماء الميراث أن يكون السهم عددا عشاريا، يعني ما تكونش فيه الفصلة. السهام التي نقسمها على الورثة ينبغي أن تكون أعداد صحيحة. من الناحية الرياضية يعني الفصلة كذلك صحيحة، لكن عند علماء الميراث هذا شيء معيب. لا بد أن تبحث عن عدد، أقل عدد، ليس أي عدد، أقل عدد يمكن أن تقسم عليه فروض الورثة أو العصبة وتعطينا أعداد صحيحة. إذن التأصيل هو البحث عن أقل عدد نستخرج منه سهام الورثة من غير انكسار. البحث عن عدد نستخرج منه سهام الورثة من غير انكسار. وهنا عندنا حالات لمعرفة أصل المسألة. عندنا حالات، أولا الحالة الأولى أن تكون عندنا مسألة فيها ورثة ذكور عصبة فقط. بمعنى يستحيل أن يكون عندنا مسألة فيها إناث عصبة فقط، لأن الإناث الأصل أنهن يرثن بالفرض. الإناث يرثن بالفرض ولا ينقلن إلى التعصيب إلا مع وجود يعني رجل ينقلهن إلى التعصيب بالغير. لذلك الحالة الموجودة عندنا هنا، الحالة الأولى، ورث ذكور عصبة فقط. مثلا هلك هالك وترك أربعة إخوة أشقاء. إذا كان عندك في المسألة ورث عصب ذكور فإن عددهم هو الذي نجعله أصل للمسألة. أصل المسألة هو عدد الورثة الذكور. عندنا أربع إخوة أشقاء نكتب هنا أربع، لعدد أربعة، هذا هو أصل المسألة. ولمعرفة سهام الورثة نقسم أربعة على أربعة، ستعطينا سهم واحد لكل أخ شقيق. فإذا كتبناهم على التفصيل، نكتب مثلا أخ شقيق، هذا الأول، ثاني أخ شقيق، ثالث أخ شقيق، الرابع أخ شقيق. إذن عددهم أربعة. إذا كانوا كلهم ذكور فإن عددهم واحد اثنان ثلاثة أربعة، عددهم هو الذي نجعله أصل للمسألة. ونقسم العدد على عدده. عندنا رقم أربعة، إذا قسمنا على عدد الإخوة اللي هو أربعة يعطينا سهم واحد لكل أخ،
وهذا السهم هو عدد صحيح يعني فالتأصيل هنا الحمد لله صحيح. الحالة الثانية أن يكون عندك في المسألة عصبة ذكور وإناث، أن يكون عندك في المسألة عصبة ورثة عصبة ذكور وإناث فقط ليس معه صاحب فرض. الآن نتحدث عن الورثة الذين يرثون بالتعصيب فقط ليس معهم صاحب فرض. إذا كان عندك في المسألة ورثة عصبة ذكور وإناث، مثال هلك هالك وترك أخا لأب وترك أختا لأب، عندنا الأخ لأب عاصب بالنفس والأخت لأب عصب بالغير، عصبها أخوها، فالأخ عاصب والأخت هنا عندها التعصيب بالغير كما تقدم معنا في حالة الأخت لأب أنها ترث الثلثين وترث النصف وترث السدس تكملة للثلثين مع الأخت الشقيقة صاحبة النصف، وترث بالتعصيب مع الغير وترث بالتعصيب بالغير. الأخت لأب لها يعني حالة تقدمت معنا في الميراث. إذا كان عندنا الورثة عصبة ذكور وإناث، أصل المسألة الذي نبحث عنه يكون من عددهم، لكننا نعد الذكر بسهمين ونعد الأنثى بسهم واحد. يقولوا الناس ديالنا بالدارجة الراجل عنده جوج عواد والمرأة عندها واحد العود، ماشي دائما، هذا فقط في التعصيب، هذا في حالة التعصيب. فنعد الأخ لأب بسهمين ونعد الأخت لأب بسهم واحد، مجموع السهام هو أصل المسألة، عندنا 3 زائد 2، فنعطي للأخ لأب سهمان اثنان ونعطي للأخت لأب سهم واحد. وسيأتي معنا كيفية توزيع المال إذا كان في التركة المال. المهم عندنا الآن هو أن نبحث عن أصل المسألة الذي تخرج منه سهام الورثة من غير انكسار، لا يقبل أن يكون عندك انكسار في المسألة، لا بد أن يكون العدد صحيحا وألا يكون عددا عشاريا. جيد. الحالة الثالثة أن يكون عندنا ورثة معهم صاحب فرض واحد، أن يكون عندنا ورثة عندهم معهم صاحب فرض واحد، مثلا عندنا زوجة وعندنا ابن وعندنا أخ شقيق، أنت الآن مطالب بالتمييز بين الورثة الذين يرثون بالفرض وحده وبين الورثة الذين يرثون بالتعصيب وحده، وأن تكون عندك يعني الأدوات للاشتغال، لأن هذه الأمور تكلمنا عليها في الدروس السابقة.
متماثلان متساويان. ماذا سنفعل؟ نكتفي بواحد منهما ونجعله أصل للمسألة. إذا كانت المقامات متماثلة متساوية فإننا نأخذ مقام أحد الفروض ونجعله أصل للمسألة، كالسدس مع السدس. نكتفي بكتابة رقم 6 ونقسم 6 على 6 تعطينا 1، نقسم 6 على 6 تعطينا 1، 6 ناقص 2 تعطينا 4 للابن، أخذ 4 سهام بالتأصيل، لأن العاصب يأخذ ما بقي بعد أصحاب الفروض. التماثل أن يكون عندك مقامان متماثلة، أن يكون عندك فرضان مقاماتهما متماثلة متساوية. ماذا نفعل؟ نكتفي بأحد مقامات ونجعله أصلا للمسألة. نقسم الأصل على المقام والخارج هو السهم، ونقسم الأصل على المقام والخارج هو السهم. نجمع السهام أصحاب الفروض ونطرحها من الأصل المسألة، ما بقي هو الذي يأخذه العاصب ويرثه بالتأصيل. إذا المثال الأول، إذا كان عندنا أكثر من مقام أن يكون بين هذه المقامات أن يكون بينها تماثل، كستة مع ستة. مثال آخر، يعني أن يكون عندنا هلك هلك وترك ثلاث بنات وترك أم. نحيدوا البنات لأن ما عرفناش التماثل، نديروا ثلاث أخوات شقيقات. الأخت الشقيقة تأخذ الثلثين بشرط تعدد انعدام الفرع مطلقا، انعدام المعصب، انعدام الأصول من الذكور. الشروط كلها متوفرة، إذا نعطيها الثلثين. الأم عندنا تعدد من الإخوة، إذا ستأخذ السدس، ما يعطيناش التماثل، هنا غتأخذ السدس، وسيأتي معنا الإجابة عنها في حالة أخرى. إذا الشاهد عندي أن المقامات إذا كانت متماثلة فإني أكتفي بواحد منها وأجعله أصلا للمسألة. الحالة الثانية أن يكون عندي التداخل. كيف التداخل؟ يعني عندنا المقام الأكبر من مضاعفات المقام الأصغر. المضاعفات المقام الأصغر. عندي مثلا هلك هالك وترك أما وترك يعني ثلاث أخوات شقيقات. الأم هنا تأخذ السدس والأخوات يرثن الثلثين. المقام الأكبر اللي هو ستة من مضاعفات ثلاثة. لذلك إذا عندنا التدخل أكتفي كذلك بالعدد الأكبر وأجعله أصلا للمسألة. إذا كان التماثل متساوي متماثلة نكتفي بأحدها. إذا كان عندنا التداخل نفس الشيء، نأخذ المقام الأكبر ونجعله أصلا للمسألة. المقام الأكبر نجعله أصلا للمسألة. مثال، عندي ستة مع ثلاثة، مقام الأكبر اللي هو ستة من مضاعفة ثلاثة، ثلاثة في اثنين تساوي ستة. إذن أكتفي بهذا العدد وأجعله أصلا للمسألة. أقسم الأصل على المقام يعطيني واحد، أقسم الأصل على ثلاثة يعطيني اثنين، لكن عندي الثلثين، الخارج أضربه في اثنين يعطيني أربعة. إذن التداخل عبارة عن كون أحد المقامات من مضاعفات الآخر، نكتفي بالمقام الأكبر. الحالة الثالثة التوافق. المقامان عددان زوجيان وليس الأكبر من مضاعفات الأصغر، عندنا مقامان عددان زوجيان لكن العدد الأكبر ليس من مضاعفات العدد الأصغر. مثال، عندنا زوجة وأم وابن،
الزوجة هنا فرضها كم؟ الثمن. لماذا؟ لوجود الفرع الوارد. الأم فرضها السدس لوجود الفرع الوارد. إذن عندنا عددان زوجيان، لكن ثمانية ليست من المضاعفات ستة، كلاهما عدد زوجي لكن الأكبر ليس من المضاعفات الأصغر. ماذا نفعل؟ إما أن نضرب كامل الأصغر في نصف الأكبر، ستة في أربعة، وإما أن نضرب كامل الأكبر في نصف الأصغر، ثلاثة. الخارج هو 24-24. إذن التداخل أن يكون عندي مقامان زوجيان لكن الأكبر ليس من مضاعفة الأصغر. ماذا أفعل؟ أضرب كامل أحدهما في نصف الآخر. أضرب كامل أحدهما في نصف الآخر. مثال: زوجة وأم وابن، المقامات هنا 6-8، يعني ليس من مضاعفة كلاهما عدد زوجي، وثمانية ليست من مضاعفات ستة. إذا الأصل هو 24. أقسم الأصل على المقام يعطيني 3، أقسم الأصل على المقام يعطيني 4، الباقي 17. يعني 7، هذه 7 من 24 كنقصوا منها 7 هتعطينا 17، فالباقي بالتقسيم 17 سهم يرثها الابن. مثال آخر للتوافق: عندنا زوجة وأخ لأم،
تعطينا 3 نقسمه على 6 تعطينا 2 على 6 تعطينا 2 على النصف تعطينا 6 وغنلقاو بان المساله عائله يعني فيها 13 كنحسبوا 3 5 7 13 تنجيو نكتبوا هذا هو العون الزياده في السهام كنعاودوا نكتبوا نفس الارقام نفس الارقام وفاش كنجيو نقسموا التركه ما تنخدموش باقي في هذا المربع تنخدموا كنضربوا في 3 ونقسموا على 13 يجي معنا هذا الشيء في الدرس ديال العون اذا كان عندك في المساله اكثر من مقام فانك تاخذ اكبر المقامين وتنظر الى العلاقه بينهما اما التماثل اما التوافق اما التداخل اما التباين هذا من ناحيه الانظار الاربعه لكن انا اعطيك طريقه عمليه تشتغل بها طريقه عمليه اذا سئلت عن الانظار الاربعه فقد اعطيتك تعريفها اما اذا اردت ان تختصر وان تشتغل عليك ان تسلك هذا المسلك عندنا الفروض شحال الفروض مقدره كم 6 نصف وربع ثم نصف الربع والثلث والثلثان والسدس هذه هي الفروض اللي كاين اذا اردت ان تشتغل بطريقه عمليه اذا كان عندك احد هذه الفروض دائما تجعله اصل المساله هو العدد الاكبر عندك 2 مع 4 اصل المساله 4 2 مع 8 اصل المساله 8 4 مع 2 اصل المساله 4 4 مع 8 اصل المساله 8 بهذا الاتجاه الاصل هو اكبر عدد هو الاول اكبر الاعداد 2 مع 4 4 2 مع 8 8 4 مع 2 4 4 مع 8 8 دائما اختار عدد اكبر كذلك في هذا الاتجاه اذا كانت عندي 3 مع 6 دائما المقام الاصل هو 6 اذا كانت عندك مقامات بالشكل افقي دائما تاخذ المقام العدد الاكبر وتجعله اصلا للمساله مثال عندك هلك هلك وترك زوجة أو ترك زوج نديرو زوجة ونديرو ابن ونديرو مثلا أب الزوجة هنا عندها الثمن لماذا لوجود فرع الوارث الأب عنده السدس وضع عاصم هنا غيجي معنا 8 مع 6 اذا كانت عندك 8 مع هذه الاعداد المقام 24 دائما عندك 8 مع هذه المقامات مع 6 او 3 دائما المقام هو 24 دائما 8 و3 المقام 24 8 و6 المقام 24 عندك 4 مع هذه الاعداد المقام هو 12 عندك 2 مع هذه الاعداد المقام هو 6 اذا اردت ان تختصر بطريقه عمليه مقامات أفقية أخذ أكبر الأعداد مقامات عمودية 8 مع المقامات اللي في الأسفل المقام 24 4 مع المقامات اللي أسفل المقام 12 2 مع المقامات اللي في الأسفل الأصل المسألة هو 6 بهذا نكون قد أنهينا الكلام على ما يتعلق بالأنظار الأربعة وكيفية تأصيل المسألة في علم المنارات في الدرس المقبل إن شاء الله نتكلم عن تعريف التعصيب وبيان أنواع العصبة وأحكام العصبة والترجيح بين العصبة ثم درس الحجب والتصحيح والعول وبهذا نكون قد أنهينا المقرر إن شاء الله عز وجل وفقني الله وإياكم لما يحبه ويرضى.